لكن بقى يعني ذا مان بيهايند ذا سينز او يعني ورا المشاهد فعلا بيكون موجود، ما بيكونش موجود في ارض الملعب، ولكن بنشوفه يعني زي الجمهور بالظبط من المدرجات. كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي من النادي الاهلي، بنرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. انا عارفه انت مضغوط، كنت متوتر جدا النهارده، سلسله ما كانتش سهله ابدا بس وثري بالنسبه لفتيات الذهب، ولكن الحمد لله قدرنا ان احنا نفوز بالدرع ال 39 في تاريخ النادي الاهلي. ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي، 39 بطولة، وعندي بنات فعلا فتيات الذهب، هم دول الفتيات الذهب اللي بيحبوا النادي وبيحبوا الجمهور. والبطولة دي أنا بقول لك البطولة دي هم عاملينها عشان جمهور النادي الأهلي، بنات رجالة والله العظيم. أنا بحلف بالله هقول أسرار مهمة جدا بيني وبين الفرقة دي، أنا الفرقة دي ما خسرت والله العظيم ما كان عندي شك إن ربنا هيكرمني في اللي جاي، ما كانش عندي أي شك، عارف إن هو دي كان داي أوف بالنسبة لهم، وهم فعلا قعدت معاهم كذا مرة، وفعلا كابتن اهلا سامح كابتن حمدي الصافي، الناس دي بتأدي دور مهم جدا، الاستاف كله البنات كله كل البنات بصراحه كان عندهم، بقول لك والله العظيم انا جاي النهارده وعارف ان ربنا هيكرمني هكسب بالفرقه دي، لان وشهم في الاوتيل حاجه مختلفه، هم عايزين يلعبوا، هم بياكدوا قدام الناس كلها قدام مصر كلها فتيات الذهب. بقول لهم مبروك، بقول مبروك للهاندبول، بقول مبروك للباسكت، بنات رجال وسيدات نحمد ربنا ونشكر فضله جدا جدا جدا. انا عارف الجمهور ده ما يشبعش بطولات، وانا متاكد من كده، ووعدهم لسه في بطولات كتيره جايه. تخطيط اللي حصل السنه دي من منظومه مجلس الاداره بصراحه شديده، وكل الدعم اللي عملوه مجلس الاداره بقياده كابتن محمود الخطيب بشكرهم، فعلا دعموا الفرق دي ودعموا كل قطاعات النادي. الحمد لله الحمد لله ربنا كريم علينا، ولسه عندنا بلان تانيه، ولسه عندنا بطولات ان شاء الله، لسه داخلين على حوالي خمس ست بطولات تانيين. انا بقول لهم بوعدهم ان البنات دول رجاله، وكل فرق النادي ان شاء الله هتحقق للجمهور الكبير ده الجمهور العريض كاف البطولات باذن الله، وان شاء الله السيزون ده يكون سيزون كبير بالنسبه للنادي الاهلي. دايما بقول عليك واحد من الجمهور قبل ما تبقى يعني مدير لنشاط رياضي، بنشوفك في المدرج صوتك رايح زي ما كل يعني جمهور شاشه قناه النادي الاهلي سامع، فكره الدعم النفسي ان انت تكون ورا الفريق، وده كمان بينعكس او ده موجود في مجلس الاداره. شفنا النهارده وجود كابتن محمود الخطيب علشان يؤازرهم عشان يستلم معاهم الميداليات، شفنا تحيه كبيره من فتيات الذهب سواء لكابتن بيبو او لحضرتك، تقول ايه على الدعم النفسي ده؟ اقول لك حاجه، المفاجاه الكبيره هو كابتن محمود كان بيكلمني فبيبارك للبنات، وكابتن اهلا سامح خد التليفون، وده حاجه متبعه عندنا، يعني ان هو كابتن محمود ما كانش موجود الحاله الصحيه، انت عارفين يعني مش عايز اتكلم كتير، لكن ان كابتن اهلا طلبت من كابتن محمود قدامي، يا كابتن محمود عايزينك تكون متواجد معانا. صدقيني انا قلت لها، انا قالت لي كابتن خالد احنا عايزين كابتن محمود، هنقعد وهنبات في الصاله دي لغايه ما، قالت له كده شاهد على المكالمه دي على فكره قالت له كده، قالت له كابتن محمود احنا عايزينك تجي لنا الصاله وهنقعد قاعدين. وفعلا انت زي ما انت شفتي اول ما جه الصاله البنات كانوا فرحانين ازاي، الدوري ده ليه طعم مختلف، في حاجات كتيره حوالين الدوري مش هتكلم فيها، لكن هو دوري بطعم مختلف جدا، لان هم قدروا يثبتوا ان النادي الاهلي هو معقل كره الطايره في السيدات في مصر، وده اساس اللعبه واساس ان شاء الله ما حدش يقدر ياخد مننا الالقاب دي غير البنات دي طول ما هي موجوده، وطول ما النادي الاهلي بالشكل ده والجمهور ورانا عمرنا ما حد ياخد مننا بطولات باذن الله. كابتن خالد دايما بنشوف تصحيح مسار، شفنا حتى يعني يمكن دوري الرجال صفحه واتقفلت، قدرنا ان احنا بعديها على طول يحصل تصحيح مسار، حضرتك ما سكتش، كابتن محمود الخطيب يمكن اتكلم مع طبعا كابتن ميدو مصلحي، فكره الالتزام وفكره التصميم على ان احنا دايما ما نقبلش برقم اثنين، دايما لازم نبقى رقم واحد، وده اللي شفناه النهارده، حصل فصل ما بين الدوري رجال وحصل فصل النهارده، علشان كده قدرنا ان احنا نحقق يمكن اللقب ال 39. طبعا بصي اكيد احنا عندنا بقول لك كل يوم بطولات، كل يوم بطولات، يعني النهارده بقول لك بنلعب بطولتين 11 ونص في نفس الوقت، صاله هنا وصاله هنا. كابتن محمود لما قعد مع كابتن ميدو مصلحي قفل، قال له لازم نقفل، عندنا بطولتين مهمين جدا كاس مصر، وعندنا بطوله كاس افريقيا مهمين جدا بالنسبه لنا في النادي، والموضوع ما يقبلش عندنا لحاجه ثانيه، واداله الدعم الكافي وقال له كل مجلس اداره وكلنا سبورت، والجمهور بقى انا بقول لك والجمهور النادي الاهلي كلها سبورت لفرقنا، وبقول لهم ان شاء الله رجال الكره الطايره باذن الله البطولات اللي جايه مش هيفرطوا فيها، لان هم شايفين كل نادي بيعمل ايه، وان شاء الله باذن الله هنفرح الجمهور في المرحله الجايه اكثر باذن الله. الف مبروك مره ثانيه، نورتنا وشرفتنا. مبروك لينا كلنا، الحمد لله، اشكرك، شكرا.
دي كانت احتفالاتنا طبعا يا كابتن هيثم من ارض الملعب بالتتويج طبعا باللقب ال 39 لفتيات الذهب. الحقيقه العيد عيدين، يعني الحقيقه ان فتيات الذهب قرروا ان هم يعيدوا على كل جمهور النادي الاهلي بهذا اللقب ال 39، واللي كان صعب جدا في تاريخ النادي الاهلي زي ما احنا سمعنا، كله اتكلم على قد ايه هو فعلا لقب بمذاق خاص او بطعم خاص، وده اللي انا بقوله وهفضل اقرره ان هو كان من بق الاسد، وعشان كده قررنا انه العيد يبقى عيدين. الحقيقه ان احنا على قد ما نقدر احتفلنا مع كل او اغلى فتيات ذهب، وكمان يمكن كابتن خالد العود مدير النشاط الرياضي لحد ما خلاص يعني يمكن الصاله بتقفل. الحقيقه ان احنا قدرنا ان احنا نوفي او قدروا فتيات الذهب ان هم يوفوا بالوعد، وده كان احتفالنا يا كابتن هيثم من ارض الملعب. بشكرك جدا، كل سنه وانت طيب وكل جماهير النادي الاهلي طيبه، واكيد زي ما احنا شفنا العيد عيدين.